السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لموضوع جدا مهم اللي هو البوينترز، موضوع بيعتبروه صعب جدا في ناس وفي ناس بيعتبروه معقد، لكن هو موضوع سهل جدا جدا إلى أبعد الحدود. معكم مهندس محمد عيسى من العراق من مدينة كركوك، أحب أرحب بكم بموضوعنا الجديد اللي هو البوينترز. نلاحظ أنه إحنا لما نجي نعطي أسماء للفاريبلز للمتغيرات، هذه المتغيرات حتاخذ مساحة في الميموري في الرام، أكيد لازم يكون عندها قيمة. لما نجي إحنا نشغل برنامجنا أو نجي إحنا نقوم بعملية الران للبرنامج، أكيد أنه هو حيبدأ ينشئ هذا المتغير، وأنت عندك مفروض ميموري أدريس فارغ أوتوماتيكيا حيقوم بعملية ربطها مع هذا المتغير بأي قيمة كان، حيقوم بربط ويخزنها في داخل الميموري أدريس. لما نجي احنا ننفذ هذا الستيتمنت، مثلا يكون init a احنا عملنا، لما نجي ننفذ هذا الستيتمنت حيتنفذ في داخل السي بي يو. عندك جزء من الميموري اللي هو الرام، حيتم وضع هذا الستيتمنت في داخلها. خلينا نقول انه انت عندك هذا الفاريبل a اللي احنا ذكرناها init a، فحيكون هذا الفاريبل a يتم تعيينها assigned للميموري ويتم وضعها في رقم معين، فليكن مثلا ألف. فأنت عندك البرنامج لما يجي ينظر إلى هذا المتغير ولما يشوف طريقة كتابته، حيعرف أنه هو المفروض هذا المتغير ينظر لمكانه اللي حاجزها في الميموري. فعن طريقة يعني حيعرف انه ما يتعامل مع الرقم، حيتعامل مع المكان اللي هو حاجزها في الميموري وياخذ هذا الرقم اللي احنا قلنا ممكن يكون رقمه في الميموري ألف مثلا. فجميل جدا اذا احنا جينا نتعامل مع الميموري. اليوم البوينترز بيتعامل مع الميموري، اي بمعنى بيتعامل مع مكانته في داخل هذا الرام. احنا راح نشوف كيف عن طريق البوينترز نشوف مكان هذا المتغير اللي احنا نقوم بتعيينه. خلونا نلقى نظرة. طبعا قبل البدء بالبوينترز، للناس اللي بتحب تدرس البوينترز ايضا بامثلة اكثر، انا اعطيت شرح فيها في دورة السي. My channel playlist محمد عيسى، طبعا channel لو ننزل الاسفل نلاحظ في عندنا دورة سي وسي بلس بلس اللي هي 173 فيديو. نلاحظ في الأسفل لو ننزل، طبعا هذا هي مقدمة عن السي بالكامل، بعدين بيبدأ بالسي بلس بلس. لاحظ هذا كله سي، لغة سي، functions وكثير أمور، كثير أمور أنا شرحتها في السي ممكن تستفاد من عندها، تراجعها في السي بلس بلس. ما تفرق كثير بين السي وسي بلس بلس، اللوب الوايل وكثير أشياء موجودة، والأريز حتلاحظها بنفسها بالنسبة للسي. هنا ألاحظ أنه في مواضيع عن السي اللي هو البوينترز. لاحظ من 57 درس 57 ولغاية الدرس 62 هو البوينترز. ممكن تراجعون أيضا هذه الفيديوهات، مفيدة جدا يعني كزيادة معرفة عن البوينترز. بالنسبة للسي بلس بلس كيف راح نتعامل مع البوينترز، ناخذ مثال، فليكن هذا هو مثالنا. هنا نحن بنلاحظ انه بنعمل init x يساوي 5، نجي نطبع هذا ال x. عملية طبعة عادية جدا، لو جينا عملنا له compile save compile وجينا عملنا له run، نلاحظ انها بيظهر لنا شو، يظهر لنا رقم 5. اذا اول شيء حيظهر لنا هو الرقم 5، جميل جدا. هذا هو قيمة المتغير، صح؟ هذا هو قيمة المتغير الـ variable x. طيب ما هو التالي؟ هذا الـ AND، هذا الحرف اللي هو الـ AND. الـ AND هذا حيطبع لك مكانه في الميموري، أي بمعنى ميموري أدريس للمتغير من؟ للمتغير x. هذا هو مكانه في الميموري، تم حجزها في الميموري. إذا حبينا نطبع هذا، إذا حبينا نطبع هذا حتى نعرف القيمة المخزونة في داخلها، حنعمل pointer النجمة، النجمة إشارة على أنه pointer، إحنا بنعملها pointer. أوكي؟ طيب بهذه الحالة أنا حطلع الأدرس هذا، قيمة هذا الأدرس، من يشغل هذا المكان؟ الخمسة. عرفت كيف؟
من يشغل هذا المكان حيطلع لك الرقم 5. فإذا احنا نستطيع نستدل على البوينتر عن طريق النجمة. النجمة هي دلالة على البوينتر. جميل جدا. إذا احنا اخذنا مجموعة اشياء. البوينترز ايضا اللي احنا قلنا عليها هي ادرس، نستطيع انه عن طريقها نعرف مكان او نعرف القيمة اللي تم حجز مكان المتغير هذا في الميموري ادرس. البوينتر ممكن احنا نشوفها شوي يعمل لك توتر confuse بلغة C++، لكن حتشوف كم هي سهلة. احنا نحاول انه نسهل ونبسط هذا البوينترز بمجموعة دروس، بمجموعة فيديوهات. طبعا الرسائل بتجي على الفيسبوك بشكل فظيع جدا جدا جدا. طيب شوف الوقت، الوقت بيسمح، خلونا نعمل هذا كومنت ونرجع ناخذ مثال اخر. طيب احنا هنا كيف نعرف عن البوينتر؟ لو حبينا اليوم احنا نعرف عن البوينتر، حنعرف عن البوينتر بهذه الطريقة. مثلا عندك التايب، نوع البوينتر مثلا فلوت، هذه النجمة اللي تسبق الاسم البوينتر، هذا النجمة دلالة على انه انت عملت هذا بوينتر، اي بمعنى انه هذا بوينتر من نوع فلوت، هذا البوينتر من نوع انتجر، هذا البوينتر من نوع فلوت. جميل جدا. لاحظ البوينتر بطريقتين انت ممكن تعلن عنهم. الان انت اعلنت بهذه الطريقة واعلنت بهذه الطريقة، ممكن اعلنها بهذه الطريقة. ما هو الفرق؟ الفرق انه هنا انت تكتب نوع المتغير، البوينتر اللي هو النجمة حيكون مع الاسم المتغير، مدموج مع اسم متغير. عرفت كيف؟ يعني بهذا الشكل، بهذا الشكل. لاحظ في الثاني تم تعريفه بهذا الشكل. الطريقتين صحيحة، الطريقتين لو تجي على الصحة الطريقتين صحيحة، لكن هذه الطريقتين غير محببة. يعني أجي اليوم أعمل float وأعمل pointer مال type وبعد ذلك أذكر الاسم، بتنفع وبتشتغل وحتلاحظ المبرمجين بيستخدموها، لكن لا يوصى بها، لا تستخدم هذه الطريقة. أفضل طريقة هي هذه، أنه يكون pointer مع الاسم، هذا أفضل طريقة وأصح طريقة لعمل بوينتر. طيب في هذا المثال احنا بنلاحظ انه بنعمل فلوت للاثنين، هذا وهذا، بمعنى هذول الاثنين ايضا ممكن نعرفهم كبوينتر. اذا هذه هي الطرق لتعريف البوينتر. اذا انت حبيت تعلن عن بوينتر تعملها بهذه الطريقة، لكن نحب ننبه مرة اخرى هذه طريقة حاول انه لا تستخدمها. جيد. طيب نفس الوقت ممكن انه انت تعلن عن function، ايضا تعمل الفانكشن كبوينتر. يعني مثلا انت تجي هنا تعمل لك فليكن float، وهذا الفلوت يكون مثلا اي شيء any thing بهذا الشكل. هنا حيكون انت عندك الفانكشن هو pointer. طبعا هنا نطلع لي unused declaration، هذا لان غير مستخدم، هذا الفانكشن غير موجود اصلا، فلهذا يظهر لي هذا المشكلة. فممكن ايضا الفانكشن تعملها pointer، تضع له pointer، عادي جدا ما عندك اي مشكلة. هنا احنا بنلاحظ انه الفلوت اتبع بعدها النجمة. نعم انا عملت هذا عن قصد، هذا بيكون بطريقة من؟ بطريقة الفانكشن. يعني لما اجي اعرف الفانكشن بعرفه بهذه الطريقة. اذا انت في خلي في بالك لما نجي احنا نعرف قيمة معينة فلوت هذا، ونجي هنا مثلا خلي نكون ناخذ مثال هذا، وهذا كله نعمله كومنت، ننزل شوي للأسفل. هنا أنت عندك float بهذا الشكل، هذا عمله enter مثلا float control z float يساوي مثلا 4 بهذا الشكل، ممكن عملها. تقدر مثلا تأخذ هذا، لاحظ copy، تمسح هذا وتيجي هون تضع له pointer. هذا ايش راح يعمل؟ هنا انت راح تجي تعمل هذا البوينتر، عملته بايكوال 5 صح؟ تجي هنا مثلا تقول هذا البوينتر احب اعرف مثلا الادرس الها، فحيكون بهذا الشكل. هذا علامة الادرس، هذا هي علامة الادرس للبوينتر. اوكي هنا ظهر لي ايرور، سينتكس ايرور. لا هنا انت عندي غلط.
هذا المفروض يعمل initialize للمايبرنت. بظن لو هذا كان بهذا الشكل، لا 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 هذا اصلا غلط، احنا عملنا هنا البوينتر. هنا لازم شو نعمل؟ لاحظ هنا لازم نقول مثلا ام اخر، وهنا ام اخر like this. هنا احنا عملنا بوينتر مثلا بهذا الشكل، تمام. هنا احنا بش نعمل؟ هنا احنا نحاول ناخذ الادرس، ناخذ العنوان من المتغير باستخدام ماذا؟ باستخدام الادرس. لاحظ هذا هو الادرس، يعني حناخذ هذه القيمة، العنوان اللي موجود من؟ اللي موجود في الميموري. فهنا انت عندك البوينتر هو ماذا؟ هو انه تعرف مكانه من الادرس، مكانه من الميموري، والفاريبل نفسها قيمتها. وضحت الصورة؟ هذا فاريبل مع القيمة، هذا البوينتر بريد يعرف الادرس عنوان هذا الفاريبل، هذا هي الفكرة. اوكي، خلنا ناخذ مثال اخر حتى يتوضح اكثر. لاحظ هنا عندنا في مثال اخر. طيب هنا احنا بنعمل فلوت للنام واعطينا له رقم مثلا 10، جميل. هنا احنا بنعمل بوينتر للادرس، هنعمل هذا السيف، نعمل كومبايل ونعمل ران من جديد حتى يكون واضح لنا. لاحظ الادرس هنا، لاحظ الادرس هنا. هنا احنا عملنا فلوت نام 10، اعطينا متغير واعطينا له رقم 10. بعد ذلك جينا عملنا بوينتر، هذا البوينتر نريد عن طريقه نعرف الادرس للنام، فطبعنا الادرس. لما تيجي تطبع البي ار تي ايضا حيعطيك الادرس، ادرس له. اذا اول مره احنا انشانا المتغير، انشانا المتغير. بعد ذلك اجينا هنا عملنا التالي، انه عملنا انشاء للبوينتر مع العنوان الادرس لمن؟ للمتغير اللي هو نم، اللي هو حيساوي 10. جينا طبعنا النم، طبعنا الادرس لهذا الرقم، يعني وين مخزون هذا؟ هذا بمعنى انه انت تطبع هذا في اي ادرس مخزون. بالمرحلة الثانية انت ايش تعمل؟ تطبع، تقوم بطباعة الادرس اللي موجود فيها البوينتر، اللي البوينتر حاجزها، اللي حاجز هذا الادرس. اوكي، يعني فكرة البوينتر انه انت تعمل هنا متغير، هذا المتغير كان رقم 10 صح؟ انت هنا هذا حيقوم بحجز، هذا فليكن الرام في حاسبتك، حاجز قيمة معينة في هذا، هذا حيعتبر ماذا؟ البوينتر، هذا حيعتبر ماذا؟ الادرس، العنوان اللي موجود في الرام. فأكيد انت لما تيجي تطبع الادرس حيطلع لك قيمة الادرس بهذا الشكل بالهكسة، وكذلك انت لما تيجي تطبع البوينتر اكيد حيأشر على مين؟ حيأشر على الادرس اللي موجود في داخلها. خلونا نوقف هنا، نكمل وياكم الدرس القادم.